سلم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندبليت رئيس الكنيسة يولي إدلشتين نسخة على لائحة التهم الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما أمهل الأخير 30 يوما للحصول على حصانة من لجان الكنيسة لمواجهة المحاكمة. ومن أجل الحصول على هذه الحصانة ينبغي أن يوافق أكثر من نصف أعضاء الكنيسة في تصويت على قرار كهذا، وهي أغلبية غير متوفرة حاليا، ما سيجبر نتنياهو على الامتثال أمام المحاكم.